رحلة فيروس كورونا من السجون ليك شخصياً في 9 خطوات. 1، السجون مش نظيفة وزحمة، وده بيخلي إصابة المساجين بكورونا وارد جداً. 2، أمناء الشرطة بيقابلوا المساجين كل يوم، بالتالي ممكن توصل لهم العدوى بسهولة جداً. 3، أمناء الشرطة بيتعاملوا مع الضباط في السجن، وده هيخليهم معرضين هم كمان للإصابة. 4، الضباط بيروحوا بيوتهم ويقابلوا أسرهم وأولادهم اللي ممكن ياخدوا العدوى منهم برضو. 5، الولاد دول بيروحوا الدروس وممكن يرجعوا المدارس، وده هيخلي العدوى تنتشر بشكل أكبر. 6، أمناء الشرطة هم كمان بيستخدموا مواصلات عامة كل يوم، وده معناه إن الفيروس راكب معانا. 7، نرجع للمساجين نفسهم اللي بيتنقلوا للمحاكم في عربيات الترحيلات، واللي هتكون بتلف بالفيروس، وده معناه إنها هتلف بالفيروس في الشوارع. 8، المحامين والقضاء وكل اللي بيروحوا المحاكم لأي معاملة هيكونوا هم كمان معرضين للإصابة. 9، تخيل إن إصابة مسجون واحد ممكن تخلي الفيروس ينتقل لكل دول، الأمناء والضباط وأولادهم والمدارس والمواصلات والمستشفيات والمحاكم وغيرها كتير. لمصلحتنا كلنا خرجوا المساجين.